امبارح كان قاعد معايا راجل محترم جدا جاي يسلم نفسه للسجن، اتحكم عليه بأسبوعين حبس ولازم ينفذهم. اسمعوا القصة الأخيرة عشان تعرفوا إن مفيش مظلوم بين اتنين ابتدوا سكة المحاكم. عايز تسلم نفسك فين؟ عايز أسلم نفسي في اسم الرملي تاني محافظة اسكندرية، عشان عليا حكم بحبس أسبوعين. ليه بقى؟ تبديد قايمة منقولات وهي واخداها. طب ليه عايز تسلم نفسك؟ عشان اخلص، ما هما كده كده اسبوعين هما مش هيسيبوني، وعشان اشوف ابني في الرؤيه، لان كده كده خلاص ده حكم نهائي وباقي، وانا موظف وممكن اتفصل وممكن، وابني بياخد نفقه. لو الاسبوعين دول ايه بقى؟ الاسبوعين دول في الصحيفه بتاعتي، يعني هي دمرت ابني، ما ينفعش يتطوع. يتطوع، مش بقول يخش كليه حربيه، بقول يتطوع في الجيش. طب هي لما تحبسني، هي لما انا اخش جوه هطلع من جوه ايه؟ وحش. اي واحد بيخش مجال قانون الاسره او المحاكم عامه بيحاول مره صلح واثنين وثلاثه وكتير، وبعد كده مره انفصال بشكل ودي، لان المحاكم بهدله بالنسبه للرجاله. انا خلاص نفسيتي تعبت، والعقوبه من 24 ساعه حتى 3 سنين، الماده 341. القايمة الحاجة الوحيدة اللي بتتم في محكمة الجنايات، يعني أنا في نظر القانون بمعنى أصح نصاب. أنا مش عارف مهازل في الرؤية، المادة بتنص نصها كده ليهم حق الأجداد اللي هم يشوفوا حفيدهم في حالة لما أكون أنا مش موجود، يا إما مش موجود في مصر يا إما مش موجود في الدنيا بحالها، إنما ما لهمش حق طول أنا موجود. انا في مره انفعلت في الرؤيه على حد، جد الطفله جايبها وبيقول لها ابوها لا انت ليك رؤيه بس، انت مكتوب رؤيه تشوفها من بعيد كده، ويعني في الاخر نتريق احنا على الاجيال وعلى المضات وعلى وعلى وعلى. طب ما احنا من البدايه ما طلعناهمش بشكل سوي. انا ابني لما يجي الرؤيه يشتمني ويتف عليا اما اكبر هيعمل معايا ايه؟ ابنك بيعمل كده؟ بيعمل لما يكبر هيضربني بقى، لان انا خلاص ما عنديش حاجه ابكي وازعل عليه. ابني راح، شقتي راحت، مرتبي رايح، واحد حبس، فخلاص هقعد في الدنيا اعمل ايه؟ هي عارفه ان انا عمري قصير في الدنيا، فهي عارفه ان انا لو دخلت جوه ممكن ما اطلعش. ومصممه تحبيس. هي ليه مصممه قوي كده تحبسك؟ حب انتقام. ايوه بتنتقم منك ليه؟ تنتقم مني ليه؟ يمكن انا وحش، الله اعلم، يمكن الرجاله دي كلها وحشه. طبعا اللي يسمع القصه لحد هذا الحد يقول الست دي جحده، بس استنى ما تتسرعش، مش سهل على اي ست تسجن جوزها او حتى طليقها. ايه خلاها توصل لدرجه العين دي الفظيعه دي؟ ده كانه كان عايز هو اللي يسجنها. هي لما تمكنت مضت على محضر الجرد والسلام بالمنقولات كلها الموجوده، جردت محضري الجرد، كسروا الشقه بقوم الاسم وكتبوا اللي في الشقه كله مضوا عليه. دي قيمتها. الكلام ده امتى؟ من بعد ما هي جايبه ايه؟ جايبه لك جنحه من 2015. دخلوا في 2017 لقوا الحاجه. ماشي. يعني انا راجل ولا مبدد ولا حاجتها اهي. ماشي. انا ما اقبلش. قمت انا واخد الورق ده عشان اثبت حقي واثبت اللي هي سلمت قيمتها، لان راحت عند الاسم قالت انا خدت كل حاجتي. المحامي بتاعها شدها وقال لا انا مش هتنازل عن حاجه واسيب حاجه. عايزين يعملوا وسيله ضغط بقى، يضغطوا عليا عشان المكتسبات تبقى اكتر. قمت انا رايح اخد الورق ده كله في يوم المعارضه اللي انا بعارض بقى الحكم، كان الشهر غيابي. فالمحامي بتاعه وقف قال احنا خدنا نص الحاجه يا ريس وما ينفعش وبتاع. قام القاضي مأيد الشهر بتاع المعارضه. قمت انا عامل جنحه مباشره عليها. قام القاضي في سبيل التهديد عشان نصالح ودي اعطيها سنه. اداها سنه حبس؟ ام ابنك؟ دي اول درجه غيابي. اسمعيني بس، رحت لها رؤيه. رحت وهي من جبل شهر وبقى اسبوعين ونهائي، ده اول درجه غيابي. رحت لها الرؤيه قلت لها يا بنتي
نخلصه موضوع ودي ملوش لزوم. اللي بهدله وده جنائي وده طفل، انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده بضغط عشان هي فعلا قدام ربنا بيرضي الله وهي تعلم ذلك، هي اخد حاجتها كلها. فجينا هي عملت استئناف وانا عملت استئناف، هي دخلت على القاضي، انا ما حضرتش الاستئناف بتاعها، ما وقفتش خصم عشان هي القاضي يديها براءه، عشان انا ما ينفعش احبس ام ابني تحت اي ظروف. انا اللي بطلب منك مش لاني منى راقي ومذيعه بقى وهنظر عليكي، انا بكلمك كأم ومش اي ام. انا تعرضت لنفس الموقف اللي انت فيه ده ورفضت تماما اضر اسم ولادي. ده ابو ابنك، هتغيري له اسمه؟ هيفضل طول عمره ابو ابنك. بتحب ابنك طبعا، مفيش اي شك في ده، اكتر ما هو بيحبه، عندي مليون ألف ثقة في ده. عشان خاطر اسمه ما تضريش أبوه. مفيش قاضي، مفيش اسم، مفيش محضر هيجيب لك حقك قد الكبير، الكبير قوي. عن تجربة صدقيني ربنا هيجيب لك حقك وزيادة، وخليك انت الأكرم. وما تسجنيش أبو ابنك، عيب. احنا كبار، مش احنا اللي نسجن أبهات ولادنا، حتى لو يستاهلوا على فكرة. أنا بطلب منك تعزميني على تشيز كيك، واحد لأني محرومة منه، اتنين ممكن نبدله بممبار، بس أجي أزورك بدون كاميرا ونتعرف على بعض وأحكي لك قصتي، وساعتها أنا متأكدة إنك هتغيري وجهة نظرك في أسلوب معاملتك مع طليقك. أنا عشت كل اللي أنت مريتي بيه ده، كل ثانية من كل القصص دي، وعارفة إن في الأوقات دي الكل بيستلم ودنك وتكوني ضعيفة قدامهم، لأنك ببساطة محوجة لهم. سيبيني قبلك وهنحل كل ده.